يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وأسبوع جديد مليء بالطاقة الإيجابية وأيضا مواضيع متعددة نطرحها لكم في برنامجكم ونجمعها لكم في برنامجكم الفجيرة. تجمعنا أكيد أنا وزميلتي سهام الشحي. مرحبا بك سمير، مرحبا ملايين مشاهدينا بكل من يتابع برنامج الفجيرة. تجمعنا بمواضيعنا الجميلة، وخلونا نحمد بالسلامة على سمير. بعد ما شاء الله كان عنده، نقول طار الشر يا سمير. طار الشر الحمد لله، يعني تعرفين سهام وعكة صحية، مش كعكة، وعكة صحية. على كل افتقدك يوم الجمعة والله الكل. أنا أقدر هذا الشعور، يعني أنكم أنتم حسيتوا بوجودي معاكم. لا لا أكيد. وجودك كان ناقص. جزاك الله خير يا سهام، اشتقنا لكم أكيد. مواضيعنا أكيد متنوعة متجددة في الفجيرة تجمعنا سهام. بداية شو بيكون معانا الخبر الأول يا سمير؟ نحن خبرنا الأول مشاهدينا راح نبدأ فيها مع مبادرة كلنا الشرطة اللي أطلقتها شرطة أبو ظبي. أكيد مشاهدينا، وسنبقى كذلك في إطار المبادرات في الدولة، وبنتكلم عن مبادرة سماهر في فقرة إماراتنا. أكيد في فقرة هنا الفجيرة، شرطة الفجيرة تحدد سرعات جديدة لضبط الرادار على الطرق الداخلية والخارجية في إمارة الفجيرة. أكيد، وفي فقرة مجلس الدار بنناقش وبنتكلم عن موضوع القيم الإيجابية وأثرها على الفرد والمجتمع من خلال الكتاب والكتب. وفي فقرتنا الأخيرة مشاهدينا من فقرة ذاكرة الفجيرة، حد العيون الموجودة في إمارة الفجيرة في منطقة حبحب التابعة لإمارة الفجيرة. أكيد هذه منطقة حبحب طبعاً تابعة لإمارة الفجيرة، وكل مثل ما عودنا الجمهور أو مشاهدنا كل يوم بظهر لهم منطقة جميلة في منطقتنا في إمارة الفجيرة الحبيبة. أكيد المناطق والأماكن السياحية واللي ما حد عرفها للآن كثيرة ومتعددة في إمارة الفجيرة، ونحن واجبنا كإعلام إماراتي وخاصة في إمارة الفجيرة نحن نسلط الضوء على هذه المناطق سهام. ويمكن سمير نحن عارفين المناطق بس ساعات تنسى الأسامي، يعني نروحها ونسير لها. أكيد يعني ولنا ذكريات فيها بعد أكيد سهام. أكيد الفجيرة، الفجيرة تجمعنا. نعم. مشاهدينا خبرنا اليوم هو برنامج موهبتنا اللي يطلقه صندوق الوطن بالتعاون مع كريمسون للتعليم، وهذا البرنامج مشاهدينا يهدف لإعداد الطلبة للدراسة بالخارج بمشاركة 130 طالب وطالبة إماراتيين، ويستهدف كذلك هذا البرنامج مشاهدين إعداد طلبة الصف الحادي عشر المرحلة الثانوية واللي يخططون للدراسة في الخارج، ويعمل كذلك هذا البرنامج على مساعدتهم في وضع استراتيجية اختيار الجامعة والتحضير كذلك المناسب لخوض الاختبارات وإعداد الخطابات والمقالات الشخصية. أكيد ويوفر هذا البرنامج مشاهدين برنامج موهبتنا وكريمسون للتعليم للطلاب أكثر من 1500 فرصة للالتحاق بأفضل 10 جامعات بريطانية، وأكثر من 3000 فرصة للالتحاق بأفضل 50 جامعة أمريكية، و166 فرصة للالتحاق بجامعتي أكسفورد وكامبريدج، وأكثر من 489 فرصة للالتحاق بجامعات رابطة اللبلاب. ويتضمن البرنامج التدريبي على تطبيق كريمسون التعليمي وأكت اللي هو التدرب على اختبارات ACT، التدرب على اختبار القبول، وSAT سات اختبار الجامعات الأمريكية، ولخضوع لمختلف التقييمات والدورات الكتابة وجلسات تحضيرية تنافسية ومحاضرات تدريبية أكيد على امتحان نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي الآيلتس، ومحاضرات أكثر حول ريادة الأعمال وغيرها الكثير. أكيد طبعاً لازم يكونون متهيئين، دولتنا أول شيء تهتم في التعليم وهذا الشيء الجميل، وهالمرة شفت مسلط الضوء على الحادي عشر، وأتوقع تقريباً نفس مسار النخبة. أكيد سهام التعليم الآن أصبح مهم جداً وركيزة أساسية تركز عليه دولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد. وإن شاء الله خلال الأعوام القادمة نكون من أفضل الدول إن شاء الله تمارس التعليم في أكيد. دولة الإمارات. أكيد سمير ومشاهدين عودتنا دولتنا الحبيبة أنها تقدم كل شيء في مصلحة هذا المواطن وكل اللي يسكن على أرضها، وشهدت كذلك نقلات نوعية خلال الآونة الأخيرة في مجالات التعاون بينها وبين البلدان. أكيد، ومؤخرا قامت الدولة بالتعاون بينها وبين المغرب الشقيقة، واللي يهدف لتوسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين. نتابع معاكم في هذا التقرير.
شرفنا بزيارة معالي وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة وفد من المستثمرين ورجال ونساء أعمال. كانت فرصة لنذكروا بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين، وكذلك فرصة باش نذكروا الإنجازات الكبرى في الشراكات بين القطاعي العام والخاص بين الدولتين. الوفد اللي كان معه معالي وزير الاقتصاد له فرصة بأنه يتعرف على الإنجازات الاقتصادية الكبرى اللي عملتها المملكة المغربية، وكثر من ذلك على الفرص في المستقبل للاستثمارات في قطاعات اقتصادية مهمة جداً كتمشي من الانتقال الطاقي إلى مجال صناعة السيارات، الطائرات، وكذلك الفلاحة وغيرها. فكان اللقاءات بين المستثمرين في القطاع الخاص فرص مهمة جداً للتعرف على فرص الاستثمار والتذكير بالتموقع الجيوغرافي المهم للمغرب كبوابة لأوروبا ولإفريقيا، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة لدولة الإمارات العربية كذلك في منطقة الشرق وآسيا. فيكون هذا اللقاء بداية من مسار مهم جدا في تعارف وفي شراكات مهمة في المستقبل. شرفت اليوم باستقبال معالي وزير الاقتصاد دولة الإمارات اللي هي دولة شقيقة ودولة لديها علاقة استراتيجية مع المملكة المغربية. معالي الوزير جاء للمغرب وشرف المغرب بلده الثاني بمعية وفد من رجال أعمال الإماراتيين، وفد قوي من أجل تعزيز وتقوية التبادلات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية. هذه فرصة للاطلاع على الإمكانيات لتقوية هذه التبادلات وهذه الشراكة في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي. مشاهدينا، للشرطة المجتمعية في دولة الإمارات العديد من الأنشطة والمبادرات والفعاليات التي تخدم أفراد المجتمع، ومن بين هذه كلنا شرطة. هذه المبادرة مبادرة التابعة لشرطة أبوظبي. أكيد للمزيد من التفاصيل نرحب عبر الهاتف بالرائد سالم عمر عبد الله، رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية في إدارة الشرطة المجتمعية بأبوظبي. يا مرحبا فيك استاذ سالم. الله يسلمكم أخوي سمير، مشكورين على الاستضافة صراحة، واشكر قناة الفجيرة وفريق العمل للاستضافة، ويعطيكم العافية إن شاء الله. واجب علينا. نعم، في البداية نبي نعرف ونعرف المشاهدين أكثر، ما هي مبادرة كلنا الشرطة؟ أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمبادرة كلنا الشرطة، طبعا هذه مبادرة أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في عام 2016. نعم. وهي مبادرة تطوعية أساسها نشر ثقافة التطوع لجميع شرائح أفراد المجتمع. نعم. سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، ونشجعهم لحماية المجتمع والحفاظ على أمن والأمان وزيادة الحس الأمني فيهم والتواصل فعال مع الشرطة لمكافحة الجريمة. نعم. هذه المبادرة. نعم. الرائد سالم، لو تكلمنا أكثر عن أهداف هذه المبادرة. طبعا نحن أهم هدف عندنا المبادرة اللي مربوطة مع استراتيجية القيادة العامة واستراتيجيتنا. نعم. هي الثقة ورضا المجتمع، بالإضافة إلى المسؤولية ومشاركات المجتمعية للأفراد المجتمع. وأيضا تحقيق السعادة والإيجابية لأفراد المجتمع من خلال هذه المبادرة، والمشاركة في الحفاظ على مكتسبات الوطن في الإمارة، وتشجيع أعضاء كل شرطة اللي عندهم لديهم مواهب، ونحفزهم في الإبداع والابتكار. جميل. ونكتشف هذه المواهب التي تخدم المبادرة. أكيد الرائد سالم، هناك فئات أكيد تستهدفونها في هذه المبادرة، لو تحدثنا عنها. طبعا المبادرة تستهدف جميع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات، أهم شيء تكون لديهم الكفاءة والقدرة على العمل التطوعي والأمني. ويجب على العضو اللي بنضم في مبادرة كلن شرطة أن يتميز بالحس الأمني، ولديه القدرة على التعرف على أشياء غير مألوفة، ولديه مهارة وخبرة في التقييم السلوكيات الخاطئة في المجتمع مثلا، والمخالفات وظواهر سلبية التي قد تنتج من فئة قليلة في المجتمع، ويعرف يقيمها ويتعامل معنا. نعم.
رائد سالم، لو ركزنا أو سلطنا الضوء أكثر على هذه المبادرات أو أهمية مثل هذه المبادرات لإفراد المجتمع. طبعاً أختي سهام، بالنسبة لأهميتها، طبعاً المبادرة هذه تعتبر ظاهرة إيجابية. نعم. تقوي علاقات بين الفرد والمجتمع، وتكسبهم المهارات والقدرة على التواصل. صحيح. وبناء علاقات مجتمعية مع الشركاء في المجتمع. وأهم شغلة أختي سهام أنها تزيد الحس الأمني لديهم. يعني جميل. نعم. أكيد الرئيس سالم، الرسائل التوعوية اللي توجهونها من خلالكم لأفراد المجتمع من خلال هذه المبادرة. نعم، يكون في عندكم أخوي سمير أن دورنا نحن كرجال الأمن لا يكتمل إلا بمشاركة أفراد المجتمع جميعهم في العمل وتحمل المسؤولية. نعم. وهم يعتبرون عنصر أساسي والمساند لنا في الميدان. وطبعا بدون العمل التطوعي ان هذا ان الفرد ما يكسب مهارات وقدرات للتعامل مع هذه التحديات المستقبليه الا بزياده الوعي والنشر التطوعي، العمل التطوعي. الله يعطيكم العافيه. طبعا اختي سهام، اضافه كلام، الرساله اللي ابغى اوجهها من جميع افراد المجتمع من خلال اذاعتكم المتميزه هذه، ان اتمنى الانضمام لهذه المبادره من اجل المجتمع اكثر امنا واستقرار ان شاء الله. اكيد من الله. اكيد من خلال قناتنا ومن خلال برنامجنا، برنامج الفجيرة تجمعنا، ندعو جميع المشاهدين ان فعلا ينضمون الى مبادره كلنا شرطه. نعم، يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يحفظك. الرائد سالم عمر عبد الله، رئيس قسم الشؤون الشرطيه المجتمعيه في اداره الشرطه المجتمعيه بابو ظبي، شكرا على هذه المداخله. مشكور يا صباح اختي. شكرا. الله يحفظك. تسلم. سمير، جميلة هذه المبادرة فعلاً، أن أنت تكون متطوع في الشرطة في برنامج كلنا شرطة. أكيد سهام، وأنا بعد حاب أقول لكم شيء، أنا منضم أيضاً لهذه المبادرة. هذه المبادرة مش جديدة على وأنت كلنا منضمين لهذه المبادرة. اليوم دورنا نحن في المجتمع كمواطنين وكناس نعيش على هذه الأرض أن نحن نكون شركاء مع الجهات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار. نعم. في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. والحمد لله دولتنا أكيد تنعم دائما بالأمن. نعم. والاستقرار وكل رخاء. نعم، شعبها كلهم شرطة يحافظون على هذا الأمن. نعم. مشاهدين، أكيد نكمل معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. مشاهدين، لكل صاحب مهنة دور مهم وأساسي في المجتمع مثل المهندسين والمعلمين والإطباء من خلال مبادراتهم وأنشطتهم الخاصة بأفراد المجتمع وكذلك أو تحديداً بأصحاب الهمم. بنتكلم اليوم عن مبادرة إنسانية تحمل قيم إنسانية ومجتمعية، هي مبادرة سماهر لأصحاب الهمم، أكيد في فقرة إماراتنا. نرحب ايضا في الاستديو بالدكتوره سماهر حجازي، اخصائي تقويم وتجميل اسنان، وهي اللي اقامت بتنفيذ وقياده مبادره سماهر، وهي اخصائي تقويم وتجميل اسنان وتحمل ايضا ماجستير طب اسنان اطفال وتخصص دقيق اطفال ذوي الهمم. يا مرحبا فيك استاذه، مساك الله بالخير وجمعتنا الفجيره على خير. والله شكرا كثير كثير لكم، الله يسعدكم. انا اللي كثير مبسوطه جدا انه سلطت الضوء على هي المبادره المهمه اللي هي حلم حياتي صراحه، يعني بالنسبه للاطفال اصحاب الهمم. نعم. وأنا ما حقول أطفال لأنه المبادرة أنا ما عاد اكتفي فيها في الأطفال، الأطفال والكبار أصحاب الهمم بما يخص يعني أسنانهم. نعم. إذا تكلمنا عن هذه المبادرة، مبادرة سماهر لأصحاب الهمم. تمام. مبادرة سماهر لأصحاب الهمم هي عبارة عن مبادرة مجانية إنسانية 100% بمراكزنا بالشارقة وبدبي، نقوم بعلاج أسنان بكافة الاختصاصات وكافة المجالات بالنسبة للأسنان. ما حقول أصحاب، عفوا مش أطفال أصحاب الهمم، جميع أصحاب الهمم إن شاء الله في دولة الإمارات، كل الفئات العمرية من أصحاب كل الفئات العمرية. أكيد. طبعا استاذة، اليوم كثرت العيادات وكثرت مراكز التجميل للأسنان وكل الخدمات، لكن اليوم ما شاء الله، اليوم انتم عندكم اكثر من فرع ولديكم جمهوركم الخاص ومتعاملينكم لله الحمد. خبرينا عن من اين اتت فكرة هذه المبادرة؟ هلا المبادره هي قديمه، يعني من ايام ما كنت انا لسه بالجامعه صراحه، كثير كان عندي من الجيران بالمملكة العربية السعودية، أنا تربية السعودية، كانوا في أطفال يعني
ذوي همم. نعم. تمام، أصحاب همم، وصرنا أصدقاء وما زلنا إلى الآن على تواصل. من داون سيندروم، ما كان معروف كتير التوحد بال... نعم. بالثمانينات. نعم. داون سيندروم أو إعاقات سمعية وما إلى ذلك طبعا. نعم. من الإعاقات الأخرى. بعدين أنا لما سافرت عشان دراسة الماجستير قررت وصممت أن تكون رسالتي بالأطفال أصحاب الهمم بصراحة. نعم. بالرغم أني يعني لقيت معارضة من الأطباء المشرفين على الرسالة أنه هذا موضوع صعب، أنت مش هتقدري تلمي العينة. قلت لهم هذا مسؤوليتي، لأنه لازم يكون يعني من حقهم علينا ومن واجبنا بالطرف الآخر أنه مو بس نسلط الضوء عليهم المسألة ما هي كلام بس، لا، لازم يكون في مبادرة فعلية فعلا. فبدأ الموضوع الفعلي برسالة الماجستير. جميل. كانت عن الأطفال المصابين بداون سيندروم بشكل دقيق، والحمد لله يعني نجحت الحمد لله الرسالة. كانت رسالة الحمد لله رائعة. نعم. لأنها طالعة بصراحة من القلب. وبعدين بدأت بالمبادرة بجمهورية مصر العربية، وبعدين انتقلت على السعودية. نعم. في شوية محدودية بصراحة كان في السعودية، لأنه هي مو زي دلوقتي، يعني كان صعب أني أنا أتحرك قبل. نعم. هيك قبل 2016. نعم. ودرست يعني الدول تقريبا كلها، لقيت أنه دولة الإمارات من أكثر الدول بالعالم على مستوى العالم، وأظن أنه هي أكثر دولة عربية تهتم بالأطفال أصحاب الهمم. والدليل على هيك أنه غيرت المسمى من ذوي الإعاقة لأصحاب الهمم بصراحة. فهي الدولة اللي أنا حقدر فعلا أطبق فيها المبادرة. أكيد. أكيد. دكتورة سماهر، طبعا المشاهد عندما يسمع عن دكتور أسنان حق أصحاب الهمم يتوقع أن هذه العلاجية فقط، ما يدرون ان شو المشاكل، وخاصه الفئه اللي انت قاعده تعالجيها هي متلازمة داون او الداون سندر. طبعا هذا تكون عندهم صعوبه في النطق، تكون عندهم مخارج الحروف صعبه. للاسف بعض التقارير النفسيه مع الاخصائيين النفسيين، في منهم يظلمونهم في التقرير النفسي انه مو بعارفين شو سبب المشكله، او ممكن نقول ماديا يرسل الى مركز نطق للتدريب على اخراج او مخارج الحروف. تمام. مخارج الحروف، لكن انت تسوينها علاجيا، هو تعديل الفك وغيرها. طبعا ما باكل الموضوع بالضبط. عندنا في اشياء كثير. اولا مثلا نتكلم عن المصابين بمتلازمة داون. نعم. المصابين بمتلازمة داون على فكره ما عندهم اي مشاكل سنيه من تسوس والى ابدا. صحيح. بتنصدمي فيه. صحيح. عندهم مشاكل لثويه. عندهم تباعد بين الاسنان. صحيح. التباعد بالاسنان جدا بياثر على عمليه النطق. عندهم اللسان العرطل اللي هو حجم اللسان الكبير. نعم. بيأثر على عملية النطق. معه. عندهم أيوة سقف الحنك مختلف عن سقف الحنك عنا، أعرض بكتير. فإذا المسؤول هون ما هو، أنا ما تقولي لي بس مراكز للتأهيل والتعليم، لا، هون مسؤولية الأهل في البيت. الأهل لازم يعملوا كورسات، يتدربوا على أنه يعلموا الطفل النطق الصحيح. صح. أي رقم واحد. رقم اثنين، ما تكون المراكز ربحية فقط، هذا غلط. المفروض أنا كمركز بشان أطلع بالطريق الصحيح وأنشهر، إذا أنا بهمني أني أنا أنشهر، أعلمهم من قلبي. يعني لازم يكون في حب لهدول الأطفال. ما تقولي لي عندهم، يعني كتير كتير من هدول الأطفال صاروا عم يعملوا مشاريع على مستوى العالم. في منهم فتحوا مطاعم، في منهم فنانين بصراحة، سواء بالموسيقى بالرسم. إذن هن مو ذوي إعاقة أبدا، هن ذوي همم فعلا، لأنه همتهم قوية. بس بدك مين اللي أشرف عليهم يعني يرتقي فينا. وتكون المشاكل مشاكل فكية. المشاكل الفكية طبعا، عرض الفك بيختلف عن عرض الفك تبعنا، مثل ما قلنا حجم الأسنان، اللسان. طيب هذا دوركم هني، شو أنتم كيف تعديل؟ هلأ إحنا عنا دورين. أول شيء الدور بالأطفال اللي هن كل اختصاص مختلف عن الثاني، أو عفوا كل إصابة مختلفة عن الثاني. نعم. يعني أطفال التوحد عندهم إصابات بالتسوس، عندهم مشاكل لثوية. الأطفال المصابين بمتلازمة داون موضوعهم مختلف تماما. نعم. يعني بصراحة هوني المواضيع متشعبة. نعم. لكن أنا كطبيب أسنان إذا كان الموضوع هو اللسان المربوط فهي بسيطة جدا. صحيح. بالليزر 10 دقائق. أيوة، نبدأ بتحرير اللسان من مكانه، وبعدين بنبدأ بكورسات تدريب اللسان على الوضع الصحيح
ونجحت، نجحت جدا هي. إذا كانت المشكلة الفراغات الشديدة بين الأسنان اللي بتأثر على نطق أغلب الحروف مثل السين والصاد وما إلى ذلك، فهون مهمتنا التقويم، سكر الفراغات بين الأسنان، وأطفال مصابين متلازمة داون ركبوا تقويم، لأنه تقويم ما عاد بس بريسز ومعدن وأنا خايف إنه يبلع، وصار في طرق مختلفة. صحيح. في عندك الكلير ألاينر، بغض النظر عن أسماء الشركات في طرق كثيرة لتقويم أسنانهم، وبالتالي بنوصل فيهم للحل الصحيح. إلا لو كانت المشكلة هيكلية، فالمشكلة الهيكلية موجودة عند الإنسان السليم والمصاب، إذن هون بقى بندخل بجراحة، وجراحة ناجحة، يعني ما هي شيء أبدا نخاف منه. يعني الحين صراحة. الحين نحن نقدر نستشف من كلامك إن كل هذه الحالات أنتم تعالجونها في المركز عندكم. تمام. أي شيء له علاقة باختصاصات طب الأسنان، من خلع الأسنان وعلاج اللثة إلى تقويم الأسنان بإطار اللي مسموح فيه في دولة الإمارات بالعيادات، احنا بنعالجه طبعا على حسابنا، على حسابنا بدون اي شيء. نحن اول شيء نقدر لكم هذه المبادره، وانتم اليوم اكيد من صناع الامل اللي قاعدين تصنعون الامل في نفوس هؤلاء الاطفال وهؤلاء المصابين واللي هم اصحاب همم فعلا. لكن انا بتطرق الى جانب اخر دكتوره. اليوم لما نحن نتحدث عن دكتور، الدكتور يواجه فئات مختلفة من المجتمع. تمام. خلنا نتكلم في البداية عن الأشخاص اللي هم السليمين. تمام. نفسيات مختلفة، أطباع مختلفة، شخص عصبي، شخص فرحي، مرح، شخص نفسية. خائف بالذات طب الأسنان، كله بخاف من طب الأسنان. تمام. وفي ناس عندهم فوبيا من دكاترة الأسنان. صحيح. السليمين ويتجنبوا ويخافوا أنهم يروحون عند دكتور أسنان. 80% من المجتمع. فما بالكم اليوم نحن قاعدين نتحدث عن فئة حساسة جدا، ألا وهي أصحاب الهمم. كيف اليوم دكتورة تتعاملين معهم نفسيا فنيا؟ كيف طريقة التعامل وكيف تدربتي عليها؟ تمام. هلأ أول شيء الموضوع مثل ما قلنا متشعب، لأنه حسب الإصابة أولاً، هي أول شيء، يعني حسب هو هل هو أوتيزم، هل هو داون سيندروم، هل المشكلة سمعية. أول شيء لازم أدرس حالة الطفل قبل ما يوصل للعيادة، هي رقم واحد. رقم اثنين يعني لازم أكون متعمقة جداً بحالته. رقم اثنين المفروض الزيارة الأولى ما يكون فيها علاج، هي عبارة عن زيارة تعرف تعريفية لإزالة الرهاب عند الطفل. صح. وممكن تكون ويتعرف عليك لازم ويصير قريب منك. بالضبط. وممكن تكون هاي الزيارة على فكرة مو زيارة واحدة، ممكن تمتد لعدد من الزيارات، وهذا الشيء على فكرة مش بس للأطفال أصحاب الهمم، لا، حتى الأطفال العاديين معروف أنا عندي بالعيادة لو إجا مرة مرتين عشرة أنا بتركه على راحته، بتعرف عليه، بنلعب مع بعض. بدي أزيل حاجز الخوف اللي موجود عند هذا الطفل، بغض النظر هذا الطفل سليم أو أصحاب همم. بعدين نبدأ مع بعض، بخليه يصير يحس إنه هو الطبيب. تعالي نجرب الأدوات مع بعض، بجرب الأدوات بصير بيعتبرها كأنها ألعاب، هو عم يلعب مبسوط بالمكان. وهذا أنا مو كلام عم بحكي، معروف يعني، اسألوا عنا بعيادتنا. يمكن الأطفال يروحوا البيت يطلبوا من أهلهم بدي ألعاب دكتورة. بالضبط، صاروا هيك فعلا. بعدين الـ 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 الهدايا التشجيعية للأطفال، وبعدين بنبدأ بأبسط أنواع العلاجات. محتاج تنظيف أسنان، يبقى إحنا شوف الفرشة بتاعتنا زي الفرشة اللي أنت بتستخدمها تماماً في البيت، فالطفل راح مرتاح نفسياً. صحيح. بيجي زيارة اللي بعدها بنعمل حشوات بسيطة اللي هي الحشوة حتى بدون الميكروموتور، لأنه أصلاً موتورنا بصراحة مخيف إلنا إحنا الكبار، فما بالك هدول الأطفال. عشان كذي ما نروح. بالضبط. إحنا يعني إحنا أنا نفسياً بتعب منه. نعم. ماشي. نعم. بعدها أوكي بنصير بقى بالعلاجات الأكبر، وبنحاول قدر الإمكان لو كان العلاج محتاج لإبرة بنج إنه نخلص يعني الطرف كامل. بس هذه الفئات أيضا اللي هم أصحاب الهمم تتعاملون معها بنفس الطريقة؟ نفس الطريقة. وعم تنجح الحمد لله، يعني المبادرة انطلقت في أطفال الحمد لله عدد لا بأس فيه، وإن كان أنا لساني طامعة بأكبر عدد من الأطفال بإذن الله. الحمد لله قدرنا إنه نعالجهم. يعني آخر شيء ممكن نوصله بعيادتنا اللي هي غاز النيتروز، الغاز المضحك بهدي شوي، بس بصراحة لغاية هلا ما احتجنا لأي طفل نادر. أكيد أكيد. مثل هذه المبادرات تقدمتوا رسائل توعوية حق أولياء الأمور أو وضحتوا لهم أمور، فهني أنا أستغل وجودك هني.
طبعا الاهالي اللي عندهم اصحاب همم او حتى ما يكون عندهم اصحاب همم اللي تو يعني جايينها بيبي جديد ثلاث سنوات كذي فتشوف ولدها انه ما يتكلم او ما ينطق تشوفينها متوتره شو الاشياء اللي لازم تلاحظها الام على الطفل عشان ما تحكم عليه حكم انه هو عنده مشكله بالضبط هلا اول شيء المفروض هوني مش مسؤولية الأم صراحة الأم بس مسؤولة عن إنها تأخذه على أقرب طبيب أسنان أو طبيب أطفال أول شيء طبيب أطفال وبعده لطبيب الأسنان لأنه طبيب الأطفال بيعطيكي تقرير إنه هذا الطفل سليم من النواحي الأخرى راجعي طبيب الأسنان هون مسؤولية طبيب الأسنان المفروض طبيب الأسنان يفحص فحص دقيق حجم اللسان طول اللسان الأكثر مسافة يستطيع اللسان الوصول إليها المسافات بين الأسنان حجم الأسنان في حالات على فكرة بينولدوا أطفال ما عندهم أسنان حتى لما تاخذي لهم بانوراما مش موجودة في فقد سني أوكي يمكن هو واحد من مليون لكنها موجودة للأسف هي موجودة يعني هذه من خلال رسائل توعوية أنتوا اللي تقدمونها حق من خلال المبادرات بالضبط زائد بقى العناية بصحة أسنان هذا الطفل لأنه للأسف عنا في مجتمعاتنا العربية المتعارف عليه طب هي أسنان لبنية أنا عالج له إياها ليه أدفع فلوس على سن لبني حيتغير لا يا ماما هذا السن اللبني موجود لغاية عمر ال 12 سنة لما أنت ما بتهتمي بأسنان ابنك اللبنية يعني أنت دمرتي الجهاز الهضمي لأنه أنت في عندك عملية تمثيل غذائي في هضم هي رقم واحد اثنين عندك النطق انت يعني اول شيء اثرتي كمان على النطق عند هذا الطفل اثرتي على نفسيته في مشاكل تنمر كتير موجودة انت دمرتي من كل النواحي النمو الطول الوزن مو بس المشاكل الصحية لا في صحية وفي نفسية نعم دكتورة طبعا اليوم نحن نتكلم عن هذه المبادرة السامية والقريبة من أصحاب الهمم طبعاً لما أطلقتوا هذه المبادرة كيف كان إقبال أولياء الأمور عليكم اللي عندهم حالات من أصحاب الهمم هلأ هو بصراحة يعني في إقبال لكن أنا شايفة إنه هو كتير 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 قليل وبرأيي بس لأنه هن عندهم معتقد إنه الأسنان اللبنية هل هناك أرقام معينة لحد الآن موجودة عندك؟ في 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 ناس بصراحة وفي ناس إجوا على عيادات دبي وفي إجوا على عيادات الشارقة لكن أنا بعتبره قليل أنا عم بعطيك مبادرة مجانية أنا ما بدي فيها أي ربح أنا بدي أوصل لمرحلة يكون في دولة الإمارات الأطفال ذوي الهمم يكون عندهم نسبة التسوس ما حقول 0% حقول 10% عرفت شلون من خلال البريفنتيف دنتستري اللي هو طب الاسنان الوقائي ما هيك انا ما حوصل ل 10% مش ال 90 يبغالنا والله نحط رقم التواصل عشان يتواصلون معاه المشاهدين والله اهلا وسهلا بالكل يعني دكتور سماح زين قيمه او اهميه ان يكون الدكاتره يقومون مثل هذه المبادرات المتنوعه هي كثير كثير مهمه هذا دورنا احنا بقى فعلا انا يعني قعدت قلت يا ربي طب احنا عملنا ماجستير وصلنا لمستويات علميه تخصصية فين الرد يعني فين علم ينتفع به صحيح. هذا حديث عن الرسول نعم. اذا انا شو بدي اعمل المساله ما هي فلوس اني ادفع فلوسي بقى انا عملت علم ينتفع به لا العلم اللي ينتفع به واجبي هذا واجب انا بعتبره على فكره ما هو مبادره هذا واجب اي طبيب باي مجال من المجالات الطبيه انه يرد لمجتمعه ولو 1 بالمليون من اللي عطوه ياه فأنا واجبي إني عالج هدول الأطفال أنا ما عم أحل على سعادة بصراحة جداً أنا أصلاً لما بقعد معهم بحس بسعادة ما مقدر أوصفها السعادة دائماً هي أن أنت تسعد الناس صحيح. تسعد الآخرين لما شوف غيري مبسوط وغيرها مبادرة غير ربحية أبداً هي مش مستفيدة شيء أكيد أصلاً. سهام فنحن الحين حسينا بشعور السعادة هذا الله أهلا وسهلا فيكم أنا كتير كتير بشكركم بصراحة إنكم استضفتوا دكتورة بعد إن إحنا طمعانين في الحديث معك أكثر نبي نعرف شو ممكن من المبادرات المستقبلية اللي نقدر نشوفها قريبا عند عيادتكم إن شاء الله. بإذن الله هلأ إحنا بصراحة حنقول بلان بي المخطط عنا الثاني إنه تنتشر بكل الوطن العربي وبعدين لبرا بدنا نوع من أنواع الترغيب وبدأنا فعلا في إنجلترا فتحنا مكتب تمثيلي إن شاء الله لمراكزنا نخلي الأطفال يجوا كأنهم جايين لسياحة علاجية طبعا الطفل ما
ما في عليه أي كوست. المرافق هو اللي بيدفع أجور رمزية تكلفة بس. نزورك كانوا سمي. أهلا وسهلا. نزورك لازم. والله أهلا وسهلا فيكم يا رب. لا لا من زمان مو مراجعة أصلا أخاف. لا 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 ما بس. لا لازم لازم أروح نزور الدكتورة في عيادتها. يا الله يبقى. ونحن نجدد الشكر لك على هذه المبادرة. كثير دكتورة سماء هرحجازي أخصائي تقويم أسنان وتجميل أسنان. ويعني اليوم نحن نفخر بأمثالك. والله يكثر من أمثالك. يا ربي يسعدكم. شكرا كثير لكم يا ربي. يعني أنتم ما قصرتوا بصراحة. شكرا كثير كثير لكم. وعم بستناكم إن شاء الله. إن شاء الله. شو عندنا سهام الحين؟ أنت تطلع فاصل. نطلع فاصل أكيد مشاهدينا. نحن نروح لفاصل ونرجع للتواصل. خلكم مكانكم ولا تخزون. مشاهدين الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح مرتادي الطرق والمشاة هو الشغل الشاغل لقيادة القيادة العامة لشرطة الفجيرة. ومن واقع اهتمامها بسلامة الجميع، شرطة الفجيرة تحرص على تحديد السرعات للمركبات في الشوارع وكذلك الطرق الداخلية والخارجية للإمارة. وجاء هذا التحديد بالتزامن مع وضع أكيد رادارات ثابتة بمختلف أنحاء شوارع الإمارة، وكذلك مشاهدين تم ضبط الرادار في الشوارع حسب السرعات المحددة لكل الطرق. أكيد سهام، وللحديث حول هذا الموضوع الهام في فقرة هنا الفجيرة. معنا عبر الهاتف سعادة العقيد صالح محمد الضنحاني مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة. يا مرحبا فيك أستاذ. مرحبا يا أخي، مساك الله بالخير. الله يسلمك. بالنور والسرور. في البداية نبي نتكلم عن عدد المخالفات الرادار في إمارة الفجيرة هذا العام حتى الآن. يا مرحبا بكم، مساء الخير جميعا. طبعا هي مخالفات تتفاوت بين مخالفات رادار اجهزه الضبط ومخالفات اللي هي تحرر عن طريق رجل المرور او الدوريات المروريه. نعم. يعني مش الموضوع في عدد المخالفات او كميتها او غيره، لكن بكثر ما هو الموضوع على سلامه الناس وحمايه الارواح من الحوادث المروريه هل متكرره باستمرار. نعم. نعم. شرعت القيادة العامة للشرطة في الأونة الأخيرة بإصدار السرعات الثابتة على الطرق الخارجية والداخلية. نعم. للإمارة. نعم. طبعا لا يخفى على الجميع أنه ما صار أي تعديل عندنا على السرعات الداخلية والخارجية للإمارة، باستثناء بعض الطرق الحديثة اللي تم إنشاء حديثا أو اللي تم إجراء تحسين وتعديلات عليها، مثل شارع حمد بن عبد الله عند الشريان. نعم. الحيوي في الإمارة تحددت سرعته بسرعة الضبط الرادار ب 81 كيلو متر في الساعة. نعم. نعم. من باقي الطرق الخارجية أو الداخلية هي ما ظلت مثل ما هي، كانت السرعة مثل ما هي السابقة، يعني ما صار عليها أي تعديل. نعم. هاي. نعم. العقيد صالح، شو سبب قرار تحديد سرعات جديدة لضبط الرادارات في شوارع الفجيرة؟ نعم. عفوا. شو سبب ضبط أو تحديد سرعات جديدة لضبط الرادارات في شوارع الفجيرة؟ والله هي القرار سرعات القرار طلع مرش بس للتوضيح مش. نعم. مش أكثر، هي ما طرأت أي تعديل على السرعات الموجودة سرعات ضبط الرادار. نعم. مثل ما هي باستثناء بس شارع حمد بن عبد الله اللي هي حددت له سرعة جديدة اللي هي سرعة ضبط جديدة هي 81 كيلو متر في الساعة. نعم. نعم. طبعا عقيد صالح، لو تحدثنا وتحدث أيضا كل من يستمع لنا ويشاهدنا عن أهمية وفوائد مثل هذه، يعني مثل ما أنت ذكرت هذا ليس قرار ولكن هذا هو تنويه لمرتادي الطرق. نعم. هو مثل ما تعرف أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة تشتغل على الهدف الاستراتيجي اللي هو ضبط من الطرق والمعدل الوفيات 3 لكل 100,000 السكان. وخلال هذه التنبيهات وهذه الأمور نشعر الناس أنه الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق. نعم. يعني تجاوز السرعات مثل ما أنت شايف تخلص حوادث مرورية مستمرة وقلة انتباه وترصد لنا مثل ما تقول كثير من الإصابات والوفيات على الطرق. نعم. نحن بهذا الشيء نوعي الناس، يعني القرار ينزل باستمرار تذكير للناس من هاي سرعات الطرق، يرجى من الأخوة الساقين عدم تجاوزها. نعم. إذا. نعم. العقيد صالح لهم والأرواحهم. نعم. إذا العقيد صالح، المناطق اللي سيتم استهدافها بهذا القرار؟ والله كل مناطق الإمارة نحن عندنا مغطاة، يعني كامل كل مناطق الإمارة بشكل عام. نعم. نعم. ممكن الإضافة عندنا هو شارع
حمد بن عبد الله هي بتكون عليه بعض التركيز الأمور نتيجة بعض كثرة بحكم الشريان الحيوي في الإمارة وكثرة المشاة على الطريق عندنا، وتعرفين الشارع مكترض شوية بالناس والعماير وغيره، أو طرق جديدة بعد أتوقع يعني. نعم أو الطرق جديدة نعم. طبعا عقيد صالح، يعني اليوم شرطة الفجيرة وإدارة المرور والدوريات أكيد لها دور كبير في الحرص على سلامة مرتادي الطرق وضبط السرعات المرورية، لكن نحن نبي نعرف شركائكم الاستراتيجيين أو مثلا جمهوركم أو الملاحظات اللي توصلكم من قبل الناس، هل تؤخذ بعين الاعتبار بشأن تحديد السرعات وتغييرها أو تخفيضها أو تزويدها؟ وهو طالب بخصوص موضوع تحديد السرعات تحدد من قبل الجهة المختصة المنشئة للطريق. هي اللي تحدد سرعة الطريق سواء وزارة الطاقة والبنية التحتية أو دائرة الأشغال والزراعة عندنا بالفجيرة. حسب مواصفات الطريق، حسب السعة الطاقة الاستيعابية للطريق تحدد سرعته من هذه الناحية. نعم. يعني ما تحدد عشوائيا سرعة الطريق بش اسمه نتيجة مقترح أو غيره، ولا حسب الطاقة الاستيعابية وحسب المواصفات العامة للطريق. يعني هناك ضوابط واشتراطات معينة نعم تمشون نعم عليها. نعم. نعم. إذا العقيد صالح، إذا في مواصفات للرادارات، ما هي مواصفات هذه الرادارات واللي تميزها في ضبط المركبات المخالفة؟ يعني يختلف رادار من رادار ولا نفس الشيء؟ هي طبعاً الرادارات فيها مواصفات كثيرة يعني حديثة يعني أحدث ما توصلت له، ولكن نحن مش الغرض من الرادار والمخالفة وغيره، تعرفين الجمهور شوي يتحسس من هذه الأمور. هو تحسس أصلاً في البداية. وكثر ما هو الهدف حمايتهم والله مش أكثر يعني في الموضوع. الرادارات فيها امتيازات كثيرة يعني نقدر ننزل فيها وايد مخالفة، ولكن لا نحن مقتصرينها على موضوع ضبط السرعة فقط. أكيد سعادة العقيد صالح، اليوم الجمهور أيضا خايف يعني من مبدأ يقولوا الكاميرات غيروها أو الرادارات غيروها وصارت بشكل جديد، فيقولون الحين ممكن يزخوننا على التلفون أو على السماعة أو على الحزام وعلى مثلا الواحد قاعد يأكل أو يشرب شاي حتى أنه ممكن يتخالف. ممكن ما أقول لك لا، بس مش ممكن عن طريق الرادار، ممكن عن طريق رجل الدورية، مش شرط الرادار يعني ممكن يتخالف عن طريق رجل الدورية بهذه الإجراءات، لأن هذه مخالفات معتمدة عندنا في قانون السير والمرور يعني مش ما بيخالف فيها عشوائيا أو غيره يعني. إذا ننصح الأشخاص اللي يتجاوزون الحد السرعة المسموح به التزام بالسرعات المقررة على الطرق. أرمز أحيانا يكون هامش واحد بس. لا مش هامش واحد، بالعكس إحنا هامش 20 كيلو، 21 كيلو الهامش. نعم. هي 21 هاي سرعة الضبط احنا اللي حددناها، ولكن في الأصل سرعة الشارع ثمان يعني إذا كان سرعة الضبط 141 نعم. سرعة الطريق 120 نعم الله يعني فيها من السرعة 21 كيلو تقريبا نعم نعم أكيد. طبعاً نبي نعرف معك عقيد صالح عن المبادرات الأخرى التي تقوم بها إدارة المرور والدوريات أو الحلول الأخرى للحد من المخاطر المرورية في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات بشكل عام. نعم نحن في البداية ملتزمين بحملات توعوية، في البداية حملات توعوية على مستوى الإمارة وعدنا حملات فصلية معتمدة من قبل وزارة الداخلية وحملات فرعية تقوم فيها داخليا الإدارة العامة للمرور إدارة المرور والدوريات. في البداية هو التركيز على الوعي، المحور الأساسي عندنا هو السائق في البداية. متى ما السائق يكون عنده نوع من الوعي ومن الوعي المروري بتقل إن شاء الله عندنا الحوالف المرورية، بتقل عندنا الأمور مثل ما تكون مخالفات، بتقل أمور كثيرة. أكيد. نعم. فالمحور الأساسي عندنا نحن السائق والتركيز على التوعية المرورية بشكل عام. نحن نتمنى نعم. طبعا لجميع مرتادي الطرق نعم. السلامة والصحة بإذن الله تعالى، ونقولهم إن شاء الله أنهم يلتزمون بالقوانين اللي وضعتها نعم. إدارة المرور والدوريات والقيادة العامة طبعا دائما نعم. نعم. سعادة العقيد صالح محمد الضنحاني مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، كل الشكر لك على المداخلة الهاتفية. الله يسلمك، شكرا لك. أتمنى السلام عليكم. شكرا إن شاء الله. الله يحفظكم يا رب. سهام أنا الحمد لله كم مخالفاتك عشان نعرف؟ وايد تفوق. أنا قلت أفاجئك بهالسؤال. لا ما لبداية الإحراج هي كلها هامشية. ليش سألت على الهامشية؟ لأن كلها هامشية. ترى أنا وياش بهالحالة، أنا كلنا ضايعين. الله يعطيكم العافية. دائما نحن نأكد دائما بالالتزام بالقانون. أكيد ترى هي الهامشية تكون سمير يعني مثل ما قال الأستاذ أو العقيد أنه بس يعني فوق شوية يعني أنت ما تقصدها بس سبحان الله يمكن أنت تكون سهيت أو غيرها يعني. أكيد فنحن دائما نأكد على ندعو أكيد للالتزام، ويقولون بعدين
مش ملتزمين، لا احنا ملتزمين الحمد لله، ولكن احيانا سبحان الله. أكيد أكيد يا سهام. مشاهدينا طبعا خدمات النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، واللي تنوعت في خدماتها الممتازة بما يحقق رؤية الهيئة المتمثلة بالريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام. نشوف معاكم هذا التقرير. من منطلق توفير خدمات النقل البحري في الإمارة، والتي تتنوع ما بين خدمات نقل ركاب جماعية وخدمات سياحية، تتولى إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث تخدم أكبر المناطق السياحية والمشروعات ذات الإطلالة الخلابة في الإمارة، وذلك استنادا إلى رؤية الهيئة المتمثلة بالريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام. وقال محمد الهاشمي مدير إدارة النقل البحري إن أكثر خدماتنا تتركز في منطقة خور دبي والقناة المائية ومرسى دبي، إضافة إلى توفير رحلات سياحية لجزر العالم والفنادق الموجودة في نخلة جميرة، وربطها مع الخدمات والفنادق والوجهات السياحية الموجودة في القناة المائية، لافتا إلى أن عدد المحطات 53 محطة ومرفأ للنقل البحري موزعة في خور دبي وقناة دبي المائية وممتدة على طول ساحل الإمارة. وأضاف أنه يتم سنويا نقل أكثر من 12 مليون راكب على متن وسائل النقل البحرية، 60% منهم من السياح، وأغلبهم يتركزون في منطقة الخور ومرسى دبي، وتبدأ خدمات الهيئة المقدمة لهم من تخطيط الرحلات من خلال تطبيق سهيل، ويتم ربط خدمات النقل البحرية مع خدمات وسائل النقل الأخرى. كما أوضح أن الهدف الرئيس الذي تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تحقيقه هو تكامل وسائل النقل فيما بينها لتقديم خدمات سلسة في تنقل الأفراد ما بين وسائل النقل ومن نقاط انطلاقهم إلى وجهتهم النهائية. فأغلب السياح يقبلون على استخدام وسائل النقل البحرية لأنها تمر عبر أماكن ذات إطلالات جميلة، مشيرا إلى ربط المناطق التراثية فيما بينها مثل ربط منطقة دير القديمة ومنطقة بر دبي، والتنزه في جولات سياحية في منطقة المرسى والمارينا ومنطقة الغبيبة. وذكر أن الهيئة تقدم خدمات لأصحاب المراكب واليخوت السياحية وأصحاب اليخوت الزائرة، وهي خدمة تأجير المراسي البحرية، حيث خصصت ما يقارب 28 محطة ومرسى بحرية موزعة على جميع المناطق ذات الإطلالات البحرية وموجودة في أغلب المناطق السياحية، وهي توفر بالتالي خدمات وخبرات لأصحاب اليخوت لتأجير المراسي واستخدامها في زيارة المناطق السياحية على ضفاف القناة المائية. وأشار إلى أن هذه الخدمات تبدأ من الساعة 6:00 صباحا وحتى 11:00 مساء، والتأجير يبدأ من نصف ساعة إلى يوم كامل برسوم رمزية حسب طول المركب الموجود، وبإمكان أصحاب اليخوت والقوارب التقديم على الخدمة بواسطة الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات وعبر الجزء الخاص بخدمات النقل البحرية. مشاهدينا، القيم الإيجابية اللي موجودة في حياتنا أكيد تعكس شخصيتنا ودورنا مع أسرتنا والأشخاص كذلك المحيطين فينا. الكتاب أو الكتاب هم أحد هؤلاء الأشخاص اللي يحبون نقل هذه القيم من خلال كتاباتهم ومؤلفاتهم أكيد. ولمعرفة المزيد معانا في فقرة مجلس الدار. وفي فقرة مجلس الدار نرحب بضيفتنا في الاستوديو دكتورة وفاء مصطفى، كاتبة وخبير تنمية بشرية، واللي لها أكثر من 33 كتاب عن التنمية البشرية وتطوير الذات والاقتصاد المعرفي. يا مرحبا فيك. أهلاً وسهلاً، أشكركم على الاستضافة، جزاكم الله خير. أهلاً وسهلاً، نورتينا بطاقتك الحلوة هذه. أشكرك، ربنا يكرمكم. طبعاً في البداية دكتورة وفاء، 33 كتاب، أنا ما بدخل على طول في موضوع الاستشارة وتنمية الذات وغيرها. 33 كتاب، المعرفة اللي موجودة عندك
الشغف اللي بدأ عندك وانت أكيد صغيرة في مجال تنمية الذات، من وين بدأ وكيف بدأ معك؟ الحقيقة بدأ يمكن من قبل ما أدخل المدرسة. أوكي. أهلي طبعاً شجعوني، والدي كان بيجيب لي كتب ما شاء الله، واعتدت أن أنا أستعير الكتب من على شخص كان بيفرد كده ورقة على الأرض، حط الكتب. نعم. وأنا أديله مثلاً قرشين، طبعاً كنت صغيرة خالص يعني. نعم. وخلص كتاب وأخذ كتاب. جميل. يعني أستعير منه. نعم. وأتبادل منه، كان حطت الكتب على الأرض وأنا أختار روايات، قصص، حاجات صغيرة. فمن هنا بدأ الشغف. من هنا بدأ الشغف. أيوة. في القراءة والتمام. في القراءة. وبعد كده طبعاً الصحف المدرسية بدأت فيها، وكنت نعم. بحضر من تلك الكتب دي اللي بابا كمان اشتريها لي، كانت عبارة عن الريدرز دايجست المختار العربي. نعم. مترجم. فكنت بختار كلمات شابة كل يوم كنت أقولها في الصحافة المدرسية. جميل. يعني هات كنت تنشرين قل القيم. أيوة. الإيجابية في الإذاعة المدرسية. أيوة. إذن ليش إحنا نحتاج إلى هذه القيم أو إلى نشر مثل هذه القيم الإيجابية في المجتمع؟ هي أعظم حاجة في حياتنا الآن. نعم. وفي كل وقت. ليه؟ لأن هذه القيم هي تبني الإنسان. نعم. هي تبني الشخصية، هي محرك السلوك والتصرفات. جميل. والأفعال. هي التي من خلالها تبني الحياة الإنسانية التي تختلف عن الحياة الحيوانية. نعم. فإذن هو بناء الإنسان هو الأهم، هو رقم واحد. نعم. بناء الإنسان الذي يدعم الإبداع والابتكار ويدعم الشخصية، يثقل الشخصية، ينمي الشخصية في جو من الاستقرار والتوازن النفسي والاستقامة والاعتدال، بعيداً عن التطرف. جميل. والإرهاب والانحراف، يعني حماية من الزلل. نعم. أيضاً اكتساب المرونة والتكيف النفسي والتأقلم مع المجتمع. نعم. أيضاً الانضباط. نعم. السلوكي والأخلاقي. جميل. تحكم في النفس، تحقيق الأهداف. إذن تخلق منا أشخاص أصحاء نقول. نعم نعم، يتمتعون بالتوازن والنضج وحسن التصرف. جميل. والشخصية السوية المستقيمة. نعم. اليوم شو دور الكاتب دكتورة في أنه يطرح مواضيع مثل القيم الإيجابية في كتبه وفي كتاباته وأنه يركز عليها؟ ما مدى أهمية هذا الشيء؟ مهمة جداً، لأن القارئ بيعتمد على شخصية الكاتب وبيعتمد على قدوة الكاتب. هل الكاتب ده مجرد ان هو يكتب وبس، ولا في افعال وسلوكيات تتبع وتترجم هذه الاقوال؟ يعني مش المهم بس قيم وكلام، لا، المهم ترجمه هذه القيم الى سلوكيات قويمه وافعال تعمل على اصلاح المجتمع، اصلاح الفرد واصلاح المجتمع وبالتالي اصلاح الوطن. إذن دكتورة، يعني أنت تنقلين التجارب اللي مرت فيك في حياتك. طبعاً. القيم التي زرعت من خلال الأسرة أو من خلال طبعاً. المجتمع في خلال كتاباتك، خصوصاً في كتاب عندي اسمه قوة التصالح مع الذات. جميل. هذا الكتاب فيه قيم قوية ممكن حصلت في حياتي شخصياً، حياتي الشخصية يعني نقلتها في هذا الكتاب من خلال مآسي حصلت في حياتي وإزاي أنا قدرت أن أنا أتغلب عليها. جميل. وأتصالح مع ذاتي بعد صراع طويل مع النفس، مواجهة النفس ومواجهة قوية بحيث أن أنا أضع نفسي على المسار. صحيح. بعد ما انحرف الطريق من مواجهة الشدائد. نعم. وقسوة الحياة، إزاي الإنسان يوازن ما بين أقوال بين وأفعال، يعني الصدمة أني أصدم نفسي وأواجه نفسي وتصرفات. جميل. فدي هي دي اللي بتصنع القدوة. صحيح. أكيد. طبعاً اليوم دكتورة أكيد نحن في مجتمعنا هناك أفراد وهناك عائلة وهناك الكثير من الأفراد المتنوعين، خلينا نقول، شو أهمية القيم اللي مفروض نحن نغرسها في مجتمعنا الآن وفي وقتنا الحالي؟ صحيح. القيم مهمة جداً بالنسبة للأفراد وللأسرة، لأنها تعمل على التلاحم، التماسك، التعاون، تعمل على الثقة، المحبة، يعني تقوية أواصر المحبة والألفة
والتعاضد والتعاون والتلاحم بين المجتمع والتماسك القوي، بحيث أنه لو حصل في أي شدائد الشخص يعرف إزاي يتوازن وإزاي هو يعرف يتصرف في مواجهة هذه الشدائد بدون انحراف عن السلوك القوي. جميل دكتورة، أنا برجع شوي للعبارة اللي قلتيها، تصالح مع الذات. متى أنا أتصالح مع ذاتي؟ كيف أتصالح مع ذاتي؟ وكيف أنت استطعتي نقل هذا التصالح في خلال سطورك أو من خلال سطورك؟ التصالح مع الذات يبدأ من مواجهة قوية مع النفس وتحليل النسيج النفسي. يعني نرجع من البداية، لماذا حصل ما حصل؟ طيب دلوقتي لما يكون أنا عندي اختيارين، إما أن أنا أظل مجروحة طول العمر ولا أصالح ولا أتسامح مع من قاتل، قاتل أبواي، نعم، أو أن أنا أتسامح مع نفسي وأتصالح مع نفسي وأسامح هذا الشخص لأنه هو منه رب لربه، ربنا هو سبحانه وتعالى، هو الذي يجازي كل إنسان بعمله. يبقى إذن أنا كان علي الاختيار أن أنا أواجه نفسي وأن أنا أتسامح مع نفسي وأتصالح، بحيث أنه خلاص أصبح دلوقتي هم في ذمة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو يجازي كل فرد بعمله، وأن أبدي حياتي وأن أنا أبدأ من جديد، نعم، أخلق شخصية جديدة، إنسان جديد تعيش في هذه الحياة. نعم نعم. أنا شوي بروح لجانب مختلف. أي دكتورة وفاء، أنت ذكرتي في البداية الإلهام لابد أن يكون من شخص. من هو الملهم الخاص بك؟ من أين أتى الإلهام لك؟ طبعاً الإلهام بيأتي من الأشخاص المحيطة، يعني أول إنسان أولادي أول ناس أولادي، ثم زوجي ما شاء الله. هو الداعم الأكبر لي، ما شاء الله، يعني الداعم الرئيس. جميل، الله يعطيك العافية. ثلاث إصدارات جميلة لك من الكتب، هي أسعد حياتك، الطريق إلى القوة، وحب يصنع المعجزات. أسعد حياتك استوقفتني هني جملة جميلة: تتوقف سعادتك على مدى نجاحك في تحقيق استراتيجية حياتك وتنظيم أولوياتك والاهتمام بجودة إنجازاتك. صح، لم تكتب من فراغ. أكيد طبعا الاستراتيجيات، إنه معنى كده أن يكون عندك رسالة تؤمني بها جيدا نحو المجتمع ونحو نفسك، أولا نحو المجتمع ونحو الوطن، إن صناعة الهدف، إن مع الهدف الذكي اللي هي الأهداف الذكية، استراتيجيات الأهداف الذكية، إن يكون عندك رسالة مستمرة طول العمر، وهذه الرسالة تشمل أهدافك وأهداف مجتمعك وأهداف أسرتك وأهداف وطنك، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية، الرؤمة الاستشراف المستقبل، أنت الآن أين أنت الآن وماذا تطمحين إلى أين تذهبين ومتى تذهبين ومع من تذهبين وكيف تذهبين. جميل. إذا نسأل أنفسنا هذه الأسئلة حتى نصل إلى وضع استراتيجيات حياتنا لتتضمن الرسالة والهدف والرؤية، يعني وضع أهداف نقول طويلة المدى ونشتغل عليها. قصيرة المدى وطويلة. تبدأ من اليوم لست أشهر، ثم متوسطة المدى تبدأ من سنة لخمس سنوات، نعم، ثم طويلة المدى تبدأ من سنة لعشر سنوات. نعم. دكتورة، اليوم لما نحن نتكلم عن أهدافنا الاستراتيجية في الحياة، الكثير منا يحبط لأنه يرى المدة طويلة ويرى الطريق طويل ومتعب وشاق. نحن دائما نسمع مقولة: من سار على الدرب وصل، لكن هم مش عارفين بأن اللي سار على الدرب تحرطم وطاح وقام وثم وقم، يعني وقع وثم أيضا قام ووصل إلى النتيجة النهائية. أيوة. أنا بتكلم عن الصبر لدى الإنسان بأنه يوصل لطموحاته ولأهدافه. كيف ممكن اليوم نحن بهذه القيم نغرس في إنسان المثابرة والصبر والعزيمة أنه يوصل لنتيجة في المستقبل؟ إن إحنا نبدأ بأهداف صغيرة الأول، يعني كل يوم الأول أنا أحط هدفي اللي أنا عايزة أوصل له. نعم. ما أحطش أهداف بعيدة قوي إن هي تكون فوق طاقتي أو فوق
ما قدرتي، لا أنا حسب مؤهلاتي، على حسب قدراتي، على حسب إمكانياتي، على حسب مواهبي، على حسب اهتماماتي، إيه اللي بيحقق ذاتي. يعني ما مثلاً أنا ما أقولش أن أنا عايز أحقق أن أنا مثلاً أشتري الهرم مثلاً. أوكي. فإن لازم يكون أهداف واقعية واقعية وممكن تكون أهداف ملموسة أن أنا أقدر أحققها، وأنها تكون محددة بمدة، وأنها تكون مكتوبة عشان أقدر أحققها، وأنها تكون ملموسة أن أنا أشوفها وأقدر أحققها. زي مثلاً أن أنا أألف كتاب مثلاً خلال 6 شهور أو خلال سنة. نعم. يبقى إذن أنا حددت المدة والمقاس، وممكن الوصول، ممكن الوصول إليه، مش صعب الوصول إليه، لا ممكن الوصول إليه، لأن بعض الناس بتحط أهداف عالية قوي على مستواها ما يحققها، شوف الأخير يصابوا بإيه؟ بالإحباط. فلازم كمان أن إحنا نحقق من الهدف ده كل يوم حتى 10 سنتي. نعم. خطوة صغيرة، خطوة تعمل، أو ذرة على ذرة تعمل الهرم. نعم. أنا برجع للإصدارات، وخلينا نتكلم عن كتاب إسعد حياتك، ولفت انتباهي 13 تقنية للتخلص من الخوف. تقنيات؟ نعم. للتخلص من الخوف. نعم، في كتاب إسعد حياتك. أيوة. خلينا نتكلم عن هذا الكتاب أكثر وعن أيوة. هذه النقطة. أيوة. هناك أنواع كثيرة من الخوف والفوبيا. نعم. فكل إنسان عنده نوع معين من الخوف، ممكن الخوف من المستقبل، الخوف من الموت، الخوف من الفشل. فكل انواع الخوف دي، او الخوف مثلا من حيوانات او من زواحف او واتبر نوعيه، احيانا الخوف يكون من الذات ايضا، من الداخل، او الخوف من تحقيق النجاح، الاحراج من النفس، خوف من الداخل بدون لا شيء. فهنا انه لازم الانسان يعرف ايه الخوف اللي جواه. نعم. هو بيخاف من ايه بالظبط؟ مثلا في ناس بتخاف من الادوار العاليه، او خوف من التواصل مع الناس، أو خوف من الأماكن المزدحمة. نعم. فكل دي أنواع الخوف، إن لازم الإنسان يعرف إيه نوعية الخوف. الخوف اللي داخل ده، القلب اللي اللعب عمال بيعمل لب دب، من إيه؟ إيه اللي بيخوفه؟ خايف من المستقبل. طب خايف من المستقبل ليه؟ يبقى إذن هنا لازم أنا أحدد خوفي، أعرف خوفي منين. مثلا الخوف من الأدوار العالية، تدريجيا إن أنا أحاول إن أنا أقرب شوي شوي، حتى لو كل يوم سنتي. نعم. بحيث أن أنا أهيئ نفسي وأتخيل بالخيال، أن الخيال قيمة عالية جدا ربنا سبحانه وتعالى خلقها فينا. الخيال واسع النطاق، يعني فوق واسع مستوى المدارك اللا محدود. نعم. يعني ممكن الإنسان يحقق أي هدف يتخيله، لو هو تخيله فعلا يقدر يحققه. لو هو تخيل أن هو تغلب على هذا الخوف شوي شوي تدريجيا، وأن هو يعني مع ممارسة تقنيات الاسترخاء والتأمل وطرد الخوف والقلق والتوتر، وترديد توكيدات، أو توصيل الجسم لحالة من الألفا، يبقى إنسان قد إيه مسترخي، والنفس قد إيه مرتاح، وبخياله شوية شوية يقرب من النافذة العالية، وهو مش خايف، وهو سعيد، وهو مرتاح، وهو بيتأمل الكون. نعم. من فوق، وفرحة الكون وسعادته إن هو عنده عيون بتشوف الجمال. نعم. وبتتخيل وبتتذوق هذا الجمال وهذا الفن. يعني يرسل لنفسه توكيدات. أيوة. توكيدات إيجابية، توكيدات من خلال الاسترخاء النفسي، ومن خلال التهيئة النفسية. نعم. إن هو كمان الإرادة والرغبة، لو هو عنده إرادة قوية ورغبة قوية، هيبدأ شوي شوية مع تقنيات الخيال، مع تقنيات الاسترخاء. نعم. والألفة للوصول إلى هذا الهدف. نعم. أكيد دكتورة، أنا في كلامك قاعد أبحر وأسترسل، واستشفيت من كلامك معلومة سهام أيضا. نعم. لو أنت توافقيني. لا خلكم قاعدين، لا تبحرون بعدكم، اصبروا علي. لكن المهم ان الدكتوره دائما قاعده تقول حتى حبه حبه. أيوة. ذره تدريجيا، خطوه خطوه تدريجيا. ليش التأني دائما؟ لماذا التأني؟ احيانا نحن كبشر نحب الوصول بسرعه، نحب ننجز بسرعه، نحب ان نحن نوصل لمكان بسرعة. وانت قاعدة تأكدين مرة أخرى دكتورة على التأني وعلى الصبر وعلى الخطوة بخطوة، وليس الخطوتين أو ثلاث. سمير نبى نستشعر لذة النجاح بسرعة،
ليش نحن، هل هذه غريزة إنسانية موجودة في الإنسان ولا هو نقدر نصنفه بمرض، أو مثلا نقدر نقول أنه هو حالة نفسية موجودة في كل إنسان بشكل طبيعي، أو أنه مشكلة داخلية مننا نحن؟ هي الآن هو رتم الحياة السريع، رتم الحياة السريع عشان التكنولوجيا، عصر التكنولوجيا الآن يؤثر، يعني أثر بشكل كبير على الإنسان، لأنه بقى عجول مستعجل، عايز حقق كذا، عايز يوصل بسرعة، عايز يعمل شهرة، عايز يؤثر في الناس بسرعة، عايز يطلع بفرقعة، مسار الحياة نقول بفرقعة، بإبهار، بلفت نظر، بتشتت، فهماني؟ فالحاجات دي على فكرة إنه ملهاش عمر طويل، يعني ملهاش لآخر المدى، لا هي إيه، عارف زي الطير كل كلما ارتفع فقاعات، نقول فقاعات وكما طار وقع، وقع. نعم. فإذا لا، إحنا محتاجين الخوف إلى ثبات، اللي جوه ده بيحتاج وقت عشان يطلع، الفوبيا محتاجة وقت، محتاجة مش أقل من 3 أشهر الإنسان يعمل هذه التقنيات. دي تقنيات إن كل يوم الإنسان يعملها. نعم. على الأقل خالص شهر، أكيد. 30 يوم، يعني مثلا خدي الصيام، ربنا سبحانه وتعالى محدد لنا الصيام عشان تغيير العادات وتغيير النفس، إن الله لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا 30 يوم ممكن الإنسان يتغير، فيبتدي من 30 يوم وبعدين يستمر. نعم. لا يتوقف، شوي شوية كل يوم. أكيد. دكتورة وفاء، أكيد موضوعك وايد شيق، وإن شاء الله بتكون معانا لقاءات أخرى عشان نبحر نحن في هذه المواضيع الجميلة. دكتورة وفاء مصطفى، كاتبة وخبيرة التنمية البشرية، وكاتبة كذلك ما شاء الله 33 كتاب عن التنمية البشرية وتطوير الذات. شكرا تواجدت اليوم معنا. أنا سعيدة جدا أن أنا كنت معاكم في هذه الطاقة الإيجابية وهذا الكون الممتع الرائع. ألوانك حلوة أصلا وروحك حلوة. الله يبارك فيك، جزاك الله كل خير. شكرا دكتورة، ونشرف فيك مرة أخرى إن شاء الله. الله يبارك فيك. على فكرة أنا عندي قوة التفكير الإيجابي وقوة الطاقة الإيجابية، وماذا يقول الناس عني، كلها في الطاقة الإيجابية والقوة التفكير الإيجابي. إن شاء الله موفقة يا رب، موفقة. والحين الحين عندك أنت بريك. أكيد مشاهدينا بنظهر معاكم فاصل وردين، كملين وياكم حوارنا. والله يا مرحبا فيكم مشاهدينا، اكيد من جديد. سهام، اليوم انت تقولين عني انا مشتي صح؟ اشوفك تقول سهام، تشوف انا قلت والله لا اقول، لانك تقولي سهام بنتكلم عن الصيف، قاعد اقول لك ما شاء الله مشتي سمير. انا من النوع، يعني في نوعيه من الناس يحبون يرتدون الملابس الشتويه في فصل الصيف. تقنعني؟ ما تحر؟ أذواق، يعني أنت تعرفين الناس في النهاية أذواق. في ناس يحرون، في أنا إنسان في الصيف تبرد، أبرد، وفي الشتاء أحر، يعني 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 تفضل، يعني يعني صدق سهام، هناك نوعيات مختلفة من الناس، أذواق مختلفة. صحيح. وقلنا نجرب جاي من لندن على قولتك. وشكلك ما كنت في المستشفى، كنت يمكن خارج الدولة بحسب جبهتك. لا لا لا، كنت في المستشفى. عندنا الحين سمير، نحن موضوعنا سهام عن حرارة الصيف. نعم. درجات الحرارة يعني واصلة مستويات عالية، ف يعني صدق نحن دائما ننوه، بعد نحن قلنا نحن راح نسولف عن موضوع حراره الصيف كدردشه بيننا، لكن راح نخليها اكيد لوقت اخر. سهام، اكيد مشاهدينا من المبادرات والانشطه الخاصه بالطلاب اللي يتم طرحها من خلال التربويين والمعلمين والمعلمات، في حرصا منهم على بناء جيل واعي وقادر على المشاركه في مسيره التنميه والبناء والعطاء. اليوم معنا احدى هذه النوادي، نوادي اللغه العربيه، واحدى هذه المبادرات، المبادره لمعرفه المزيد عن مبادرة الرقمي لهذا النادي وأهدافه، اللغة العربية الرقمي، عبر زوم الأستاذ محمد أحمد البستاوي منسق اللغة العربية. أستاذ أحمد يسعد لي مساك. أستاذ محمد، إحنا بدينا اسم الأب. أستاذ محمد إيش حالك؟ إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ الله يعطيك العافية. بداية خلينا نتكلم عن نادي اللغة العربية الرقمي. نادي اللغة العربية الرقمي هو نادي يعني ظهر وتوقدت فكرته في المدرسة من قبل، ولكن تم تحويله إلى نادي رقمي أو رقمي في ظل أزمة كورونا.
مع الضغوط التي كانت على الجميع وبقاء الطلاب في البيوت وتوقف الأنشطة في المدارس، فجاءت الفكرة لما لا نقوم بتنفيذ الأنشطة عبر المنصات الرقمية التي أصبحت متاحة ومتوفرة في الدولة بشكل كبير. فجاءت الفكرة والحمد لله استمرت إلى الآن وستستمر، ولدينا أيضا يعني خطط مستقبلية لتطوير النادي أكثر وأكثر بإذن الله تعالى. فالفكرة جاءت من نبع أزمة كورونا، ولكنها كانت فكرة خير الحمد لله، وتستمر معنا لتنفيذ العديد من الأنشطة ولضمان مشاركة العديد من الطلاب من داخل المدرسة وخارج المدرسة. نعم أكيد أستاذ. طبعا نحن نبي نعرف عن الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها من خلال هذا النادي. طبعا الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا النادي أهداف كثيرة. هناك أهداف متعلقة بالطلاب، وهناك أهداف متعلقة بالمعلمين وبأولياء الأمور، وهم الفئات المستهدفة لدينا في النادي. بالنسبة للطلاب، تعزيز المهارات اللغوية والمهارات الرقمية بشكل كبير، وكذلك أيضا بالنسبة للمعلمين دعم هذه المهارات لديهم، خاصة المهارات الرقمية التي أصبحت الحين لزاما على كل المعلمين، فلا غنى عنها ولا مهرب منها. أيضا لإشراك أولياء الأمور في العديد من المبادرات التي نقوم بها، إضافة على هذا وعلاوة عليه تعزيز القيم الوطنية من خلال المبادرات التي تقدم المتعلقة بالوطن، تعزيز روح التنمية المستدامة، تعزيز فكرة الاستدامة في الأنشطة والفكرة في تنفيذ عدنا المبادرات التي تخدم العمليات التعليمية بشكل مباشر بما يتعلق باللغة العربية وما يتعلق بالأمور الأخرى أيضا من نعم. المهارات الرقمية والحياتية. نعم. إذا أستاذ محمد، لو تكلمنا عن المبادرات المقدمة من خلال النادي للطلاب والمعلمين، خلينا نركز الضوء شوي عليها. قدمنا الكثير بفضل الله من المبادرات. نعم. تمام. كما اتفقنا نحن نعمل كفريق في هذا النادي على ثلاثة محاور. المحور الأول هو الطلاب، والمحور الثاني هو أولياء الأمور، والمعلمون المحور الثالث. المبادرات التي قدمناها تشمل أحيانا كل فئة على حدة، وأحيانا تكون بشكل جماعي لكل هذه الفئة. من المبادرات على سبيل المثال قدمنا مثلا مبادرة مسبار اللغة العربية، وهذه المبادرة كانت مع يعني تزامنا مع مسبار الأمل التي أطلقته الإمارات. كما أرادت الإمارات استكشاف ما على المريخ، أردنا أيضا استكشاف ما في اللغة العربية من جماليات، وهذه المسابقة والمبادرة كانت متاحة للجميع. لدينا أيضا مبادرة الجيل اللغوي الرقمي، وهي مبادرة تسعى لإكساب الطلاب المهارات اللغوية بجانب المهارات الرقمية من تصميم ومن إعداد إلى آخره. لدينا أيضا مبادرات تتعلق بالمعلمين، منها مثلا مبادرة 100 معلم خبير من مايكروسوفت الشركة العالمية، هذه المبادرة تقدم كل عام. أيضا لدينا عدد من المبادرات الخاصة بتعزيز القيم الوطنية، آخرها مبادرة بعنوان وفاء للشيخ خليفة وولاء للشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورحمه الله الشيخ خليفة. وهناك الكثير من المبادرات. أيضا أضيف هناك أيضا المسابقات الكثيرة التي قمنا بها، منها على سبيل المثال مسابقة سيبويه الصغير بليغ وبيان لغتي هويتي، مسابقة تراجم عربية، والتي سلطنا فيها الضوء على الكثير والكثير من الأدباء والكتاب، وتمت يعني أو تم تحقق نسبة مشاهدة تكاد تفوق مثلا 10,000 مشاهدة على اليوتيوب على قناة الخاصة بهذه المسابقة تراجم عربية. أكيد أستاذ، نتكلم عن الجهات المشاركة مع نادي اللغة العربية الرقمي. نسعى بفضل الله إلى تعزيز ما نقوم به من أعمال ومسابقات وتعزيز الطلاب من خلال الشركاء، نحن نسميهم الشركاء العملية التعليمية وشركاء هذا النادي. أبرزهم طبعا لدينا جمعية حماية اللغة العربية في الشارقة، لدينا مركز الشيخ محمد بن خالد النهيان في العين. هذه الجمعيات قمنا بتقديم العديد من المبادرات معها، والتي ما زالت مستمرة، وخاصة مع جمعية حماية اللغة العربية. نعم. نحتفل معها دوما في اليوم العالمي للغة العربية. لدينا أيضا الفرق التي يقوم بها المعلمون داخل وخارج الدولة، مثل لدينا مركز العين للموهبة والتميز، لدينا مجتمع تجربتي، لدينا فريق غاية التطوعي، لدينا الكثير من المبادرات. نعم. والشركاء التي نتعاون معهم في إصدار وإطلاق هذه المبادرات. نعم. إقبال الطلاب أستاذ محمد على مثل هذه النوادي، بدأ إقبالهم؟ الحمد لله، يعني هناك إقبال كبير جدا جدا من الطلاب ومن المعلمين ومن أولياء الأمور، فنحن نستهدف الطلاب فقط. حتى الطلاب
بداية من رياض الأطفال إلى الطلاب الجامعيين. نعم. تمام؟ لدينا العديد، يعني مثلا لو ذكرنا بعض الأمثلة، مبادرة مثلا تم الانتهاء منها مؤخرا مثلا تجاوزت الأعداد المئات، تمام؟ تجاوز الأعداد مثلا في بعض المبادرات أرقام كبيرة جدا جدا، وخاصة التي يكون فيها مشاركة، فنحن نمنح كل الموجودين معنا وأصحاب الأعمال المتميزة شهادات مشاركة وشهادات فوز حتى نعزز لهم هذه المشاركات، فالإقبال الحمد لله بيزداد يوما عن آخر. أكيد أستاذ، نحن نبي نعرف معك أيضا عن الطرق التعليمية التربوية المختلفة اللي تتبعونها في هذا النادي. الطريقة الأولى والأساسية التي نتبعها في هذا النادي طبعا هي الطريقة اللي هو ممكن نطلق عليها النظريات الدافعية أو التعزيز أو التحفيز. نحن نعلم جميعا الكبار قبل الصغار إذا لم يحفزوا وإذا لم يعني تستنشط الهمم لديهم فسيكون هناك إنتاجية قليلة. نحن نركز معهم على التعزيز المستمر من خلال تعزيزهم بالمشاركات، من خلال نشر أعمالهم المميزة، من خلال مثلا تعزيز أولياء الأمور أيضا أو تعزيز المعلمين الذين يقومون حتى المشرفين الذين يقومون بالإشراف على المسابقات وأولياء الأمور أيضا يتم تعزيزهم. فالتعزيز هو لدينا هو الأساس حتى ننمي هذه المهارات. لابد لنا أن نعزز الجانب النفسي الأول وأن نعزز حب المشاركة لديهم وكسر حاجز الخوف من أي مشاركة. فالمشاركات مقبولة جميعا ولكن وفق ضوابط معينة. نعم أستاذ محمد أحمد البستاوي منسق اللغة العربية، شكرا على تواجدك اليوم معنا في برنامجنا الجرد جمعنا. شكرا لكم، شكرا على الاستضافة، شكرا لكم. الله يعطيك العافية سمير. ومشاهدينا الحين بنروح إلى فقرتنا الأخيرة والجميلة من ذاكرات الفجيرة. أكيد سهام من ذاكرة الفجيرة، نحن كل يوم قاعدين نستذكر منطقة ومكان و يعني مثل ما هو معروف أن كل شيء وعشنا ولعبنا فيه وشفنا وتذكرنا. نعم. لنا ذكريات جميلة في هذه الأماكن. أكيد أكيد. ومن ذاكرة الفجيرة نتكلم اليوم عن عين العامرية، هو أحد العيون الموجودة في إمارة الفجيرة في منطقة حبحب بالتأكيد، ومنطقة حبحب تقع في الجزء الشمالي الغربي من إمارة الفجيرة على بعد 95 كيلومتر تقريبا. نعم سمير، مشاهدين تميزت هذه العين أو عين العامرية بمياهها الحارة واللي تزيد درجة حرارتها عن 40، وكانت مشاهدين تستخدم هذه العين لري مزارع حبحب رغم يعني حرارة ارتفاع حرارتها سمير، بس بعد تستخدم مشاهدين لنقول ري المزارع، وتعودت طبعا هذه المزارع المياه الحارة، وكانت المياه مشاهدين توزع من هذه العيون للمزارع عن طريق أفلاج قديمة يتعدى عمرها يمكن 300 عام. أكيد سهام، وتتميز إمارة الفجيرة بأن تفجر فيها العيون. نعم. الكبريتية وغيرها من العيون الطبيعية، ويتعدى مثل ما ذكرتي عمرها 300 عام، والفلج الممتد من عين العامرية يسمى بفلج المسكر وباللهجة المحلية تسكير يعني إغلاق، والقصد منها أنها تفتح وتغلق أبوابها أو بوابات الفلج وقت الري. أكيد سمير مشاهدينا، وكان الري في المنطقة ما زال لليوم يعني بالتناوب، كل مزرعة لها فترة للري، يعني محددين مثلا اليوم مزرعة فلان باكر مزرعة فلان بالتناوب. بالتناوب يعني. نعم، وهذا يدل طبعا أكيد على القيم اللي كنا نتكلم عنها قبل شوية، هي قيم المحبة والترابط والتلاحم بين أهالي هالمنطقة، والحمد لله لليوم الحمد لله هذا الحب وهذا الترابط موجود في دولة الإمارات. أكيد يا سهام، وعين العامرية للأسف نحن نقول أنها جفت بسبب التغييرات المناخية. أكيد. اللي تحصل في دولة الإمارات وشح الأمطار، وبقت الأرض قاحلة جافة للأسف. نحن بدورنا نتمنى من الجهات كلها أنها تسعى في إعادة تأهيل هذه العيون سهام. نعم. وتسخيرها لكل المرتادين لها ولمحبين مثل هذه الأماكن. أكيد، لأنها هي أساس بنفس اللحظة بعد، مش أنها بس ريهية تكون علاجية. نعم. لأن المياه الحارة دائما علاجية. أكيد طبعا، وهذا الشيء مشاهدين أكيد يوم بيكون في تسخير معدات حديثة لإعادة بناء هذه العيون أو التركيز عليها، هذا الشيء بيزيد ويقوي السياحة في المنطقة، وخاصة أن الله أعطانا سبحان الله في إمارة الفجيرة نقول منطقة ساحلية جبلية، يعني جمال الجبال والبحر والأرض اللي تعتبر واجهات سياحية، يعني إحنا مثل دائما نقول هالعبارة الفجيرة غير الفجيرة مميزة، الفجيرة هي مطلع الشمس، الفجيرة رئة الإمارات، الفجيرة
يعني صدق الرابطة، الرابطة ما بين كل الإمارات نحن نسميها، لأن تجتمع فيها كل الناس. ولو تلاحظ إنها بين عمان بعد ما يعني منطقة خليج عمان. أكيد نعم سهام، البحر والجبال، تبين الخضراء موجود، تبين الماء موجود، تبين الأماكن الحلوة أكيد. والحدائق العامة كل شيء موجود عندنا في إمارة الفجيرة، وأكيد دائما الفجيرة تجمعنا على خير. وإن شاء الله بكرة من ذاكرة الفجيرة بعد بنتكلم عن منطقة جديدة ومنطقة جديدة بإذن الله. ونحن أساسا بعد نناشد مشاهدين إذا عندهم مثلا في مناطق جميلة يبون يسلطون الضوء عليها يراسلونا عادي، ومرحبا على العين والرأس. أكيد بالعكس يعني هالشيء وايد يساعدنا. مشاهدينا وصلنا للختام، إن شاء الله حلقتنا اليوم نالت إعجابكم بوجود سمير معانا. أكيد وبوجود سهام أيضا معانا، نحن نورناكم أكيد مشاهدينا، ونلقاكم إن شاء الله بكرة، نلتقي معاكم دائما على خير. مع السلامة.